وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح السفير حمد العامر الباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن مؤتمر حوار المنامة سيطرح ملفات وقضايا مهمة على المستوى الإقليمي والدولي. محاور هي كثيرة، ولكن أنا حقيقة يهمني فيها تقريبا محور أو اثنين. وهذه المحور الذي يتعلق بالاختناقات في المناطق البحرية هو يعتبر أحد القضايا الساخنة التي أعتقد يناقشها المنتدى. مثلا نيحك مضيق هرمز في الخليج العربي، هذه تمر في أكثر من 40% من النفط على خطوط الملاحة الدولية. هذه يتعرض لقرصنة إرهابية من جانب دولة وهي إيران، وهذه واحد. الثاني طبعا يجيك عندك باب المندب على البحر الأحمر اللي هو يعتبر ممر استراتيجي مرتبط ارتباط عضوي بقناة السويس، وهذه طبعا تعرض لكثير من أعمال القرصنة